مساء الخير. نار جوزي ولا جنة ابويا؟ ايه يا هيجانة العربي؟ ايه العقوق البشع ده؟ نار جوزك ولا ده انت دي النار دي بقرونك عمد. وبعدين في كذا حاجة على الوزن والكف كده ملهاش اي منطق. كل سقطة وليها لقطة، كل فولة وليها كيال، كل عقدة وليها حلال، كل عقدي وليها كيال. اي حاجة انت اي حاجة او حاجة خلاص بقى مثلا خد الف مبروك مدمن نجاح. ان كنتم نسيتوا اللي جرى هاتوا الدفاتر تنقرا. كلم عيد الفلاح تنقرا ايه؟ في حد بيقول تنقرا اصلا؟ انتبهت القطع قصد مش هتمرن بتروجيت انت فاهم؟ طب القطع بطلت مش هتمرن فاركو مش هتعمل حاجه مش هتمسك قطاع الكوره في الانتاج الحربي هتعطس احبه برضو يعني مش ممرضه. ده المثل ده انا عايز اشارككم بيه. يعني عايز اللي ما ربيتوش الاب وامه تربيه الايام، واللي ما ربيتوش الايام توقعوا يربيه ولاد ازاي. فجأة شوية ولاد ماشيين كده لقوا لفة فيها طفل الأيام رامينه وأبوه وأمه رامينه وبتاع. لا احنا هناخده نربيه. مين أحسن منهم دول ولاد زواني يعني؟ ما هو مش أحسن ناس في التربية برضه، مش عيلة ونيس يعني.